بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. هذه المطاعن كما قلنا في الحلقة السابقة مردود عليها أولا من القرآن الكريم ذاته ومن نظرية الإعجاز القرآني. وباختصار الإعجاز القرآن الكريم كما قلنا هو معجز أولا بثلاث أمور، هو من ناحية الأسلوب، هو في قمة البلاغة، وقد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب أساطين الشعراء والبلغاء والفصحاء في هذا المجتمع، وقال لهم إن استطعتم أن يعني تأتوا بمثل 10 صور ثم بمثل 3 صور ثم بمثل سورة، فما معنى ذلك؟ أن يعني أسلم لكم، ولكن إن لم تستطيعوا فاعلموا أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وسجل عليهم أنهم لن يستطيعوا حتى لو استعنتم بالإنس وبالجن. هذه ناحية من نواحي الإعجاز القرآن الكريم. أيضا الإعجاز القرآن الكريم أخبر قريش بمغيبات لا يمكن يعرفها هو ولا هم، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. المغيبات، ثم أيضا أخبرهم بأمور ستحدث وحدثت وكما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا إعجاز يدل على أن هذا القرآن ليس من عند محمد، لا يؤلفه بشر. ثم هذا النظام الاجتماعي المدهش الدقيق الذي يعني مجتمعاتنا الآن تتطلع إليه كنموذج ينقذ الإنسانية وظهر في وسط الفوضى في ذلك الوقت. هذه المناحي الثلاثة هي ما تشكل نظرية إعجاز القرآن الكريم قديما، وكانت كافية في الرد على هؤلاء لأنها تثبت أن القرآن الكريم هو من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما دام من عند الله فكل ما جاء فيه صادق. هذه النظرية قد تفيد الإنسان حين تحتج على إنسان عربي يعرف اللغة العربية أو هو متمرس أو يعني عالم أو مثلا أديب أو مفكر متمرس باللغة العربية وبأسرارها وبفصاحتها، لكن ماذا يعني لو أنني أريد أن أرد هذه المطاعن على الغربيين أنفسهم؟ ولأنه من حقه أن يقول، وهذا يعني كنا ندرسه، من حق الخصم أن يقول أنا لا أؤمن بهذا النص الذي تحتج به، وعليك أن تبحث عن شيء آخر مشترك في الاعتقاد بينك وبينه خارج النص. خارج النص يعني لابد أن تكون هناك أرضية مشتركة يسلم بها الألف ويسلم بها باء حتى يمكن يعني توارد النفي والإثبات على موطن واحد. لكن أنت تحتج مثلا بآية قرآنية مع ملحد لا يؤمن بالله ولا بالقرآن الكريم، هذا خطأ، وإنما تبحث عن أمر مشترك بينك وبينه. الأمر المشترك بيننا وبين هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن الكريم، بل هم يطعنون في القرآن الكريم. إذن الحل هنا هو الحوار العقلي، ولكن الحوار العقلي الذي يصب في النهاية في مصلحة النص الذي أريد أن أثبت أنه وحي وليس كما يطعنون شيطانا ولا جنا ولا صرعا ولا سحرا إلى آخره. فالحقيقة الشيخ دراز يعني ربنا فتح عليه كثيرا في هذا الأمر، خطأ أو وسع نظرية الإعجاز القرآن الكريم بحيث أنها لم تعد تقتصر على الفصاحة وعلى الإخبار بالغيب وعلى التنظيم الدقيق في القرآن الكريم، وإنما استدل عليها من خارج هذه النظرية، وهي ما سنتحدث فيه الآن، النظر في القرآن بشكل عام بغض النظر عن كونه كذا وكذا، النظر في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تاريخه أو حياته أو الأحداث التي واكبت نزول القرآن مع هذا النبي الكريم، هل هذه الأحداث تسمح بمثل هذه الطعون عقلا
أو لا تسمح. نعم. هذا هو الذي يعني أبدع فيه الشيخ دراز، وحقيقة هو ليس جديدا، هو موجود وبخاصة في محاولات المعتزلة في الرد على مطاعن القرآن الكريم، وحقيقة المعتزلة يعني أبدعوا في هذا. نعم. ولهم يعني نظرات في منتهى الدقة في الدفاع عن القرآن الكريم ضد الملحدين وضد الأعداء في ذلك الوقت، وهو ما لا نجده عند كثيرين، وبخاصة عند الذين يعني لا كل بضاعتهم هي حفظ الآية أو حفظ الحديث، وما بعد ذلك هم يعني يتشددون ويتطرفون ويلجؤون إلى الإقصاء وإلى الإبعاد. نعم. المسألة ليست هكذا، مسألة هناك منطق جميل يعني ممكن استخدامه في، أنا لا أقول في 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 إقناع الآخر بأن يدخل الإسلام أو لا، ولكن في الدفاع عن هذا الدين الكريم بحيث ألزمه بأن ما يقوله خطأ. نعم. عقلا. فهذا هو الذي ربما يعني نلجأ إليه أكثر من نظرية الإعجاز في القرآن. وكما أقول وأكرر، صحيح الشيخ دراز يعني التقط هذه الروح وطورها. نعم. لأنه أيضا كان يعيش تحديات، وهو عاش في فرنسا 10 سنوات، فكان يعيش تحديات حتى على مستوى أساتذته في السربون أو على مستوى الطلاب الآخرين أو على لأن الجو هناك غير الجو هنا، فكان لابد أن يتعامل معهم من المنطلق العقلي. فعلا. ونظر نفسه، ومن أجل ذلك سمي إلى أن مات هذا الرجل وهو لا يفارق المصحف يده، فمن أجل ذلك سمي فيلسوف القرآن. هو أبدع فعلا في يعني نشر ويعني تطوير هذه النظرية. القرآن أو النظر الذي بشكل عام هو يقول شيخ دراز مثلا، إذا نظرت إلى القرآن الكريم تجد أن فيه مواقف لا يمكن أبدا تسمح بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف هذا القرآن، يعني في مواقف ضده مثلا، أو كما يقول القرآن يعني اعترف بجماله ورقيه في الأسلوب كفار قريش. نعم. فيش يعني كلام، وحتى أن بعض الأعراب حين سمع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين نزل عن ناقته أو راحلته وسجد، فظنوا أنه يعني أسلم، فقال أسجد لفصاحة هذا الكلام. نعم. وطبعا بدليل أنه تحداهم، وبعدين بيتحدى مين؟ بيتحدى قادة المجتمع. نعم. واللي هم يعني بيسودوا ولهم يعني أتباع وأتباع أتباع وأتباع أتباع الأتباع، وهم في الذروة. كان يتوجه لهم كلهم، أنتم لا تستطيعون أن تقولوا مثل هذا الكلام ولو سطر واحد. فحين يقول ذلك معناها أنهم ما يعترفون، ومن هنا قالوا ده يلجأ إلى وده كلام جن، ده كلام يعني مثلا الوليد لما قال والله سمعت كلاما ما هو بكلام الجن ولا كلام الإنس ولا قصة معروفة. نعم. وأنه يعلو ولا يعلى عليه. ولما سألوه طب من أي مصدر، قال ما معناه يعني أنه ده يعني ده كلام سحر. فضيلة الإمام، عفوا المقطع، لكن لمشاهدين الذين لا يعرفون المجتمع العربي في هذه الفترة، أن القبائل العربية كانت تحتفي بولادة الشعراء كما تحتفي بانتصاراتها العسكرية، يعني طبعا ده هو الأفراح والولائم لبزوغ نجم شاعر، فكانت هذه قمة صنعتهم كما يعني تقول حضرتك، كانت بضاعتهم اللي بيباهوا بها هي فصاحة والشعر، ده كان لها أسواق، ويأتي الناس ويحكمون بين شاعر وشاعر ويعني ويتوجون هذا، وكان كما تفضلت إذا نبغ شاعر في قبيلة تعمل احتفال كبير جدا وتدعو القبائل، لأن ده بالنسبة لها كان وزارة إعلام. نعم. وزارة إعلام، يقول القصيدة في زعيم فيسقطه. نعم. أو يقول القصيدة في وضيع فيرفعه. نعم. كان وضعهم كده. فالقرآن جاءهم ليتحداهم في هذه الصنعة التي لا يحسنها غيرهم. نعم. من غير العرب. القرآن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من هذا القبيل ويؤمنون به، ثم يقول إنه من عند الله وليس من عندي. نعم.
الشيخ دراز لي تشبيه جميل في هذا الكلام، يقول احنا هل رأينا انسانا يكتب يعني انتاجا ادبيا رائعا ويتعب فيه ويريد من الناس ان يسمعوه، ثم بعد ذلك ينسبه الى غيره، يهون عليه هذا الجهد وينسبه الى غيره من الناس؟ بل يقول ان احنا تعودنا ان الناس يعني يسرقون في أدباء كثيرين وفي مفكرين وحتى في أساتذة الجامعات الآن كثيرين، وأنا من الذين عانيت وحين كنت في اللجنة العلمية الدائمة من، وكنت أنزل أخذ البحث وأنزل في الجامعة الأمريكية وأبحث في النت وأكتشف أن ثلاثة أرباع هذا البحث الذي يراد أن يرقى به كاتبه مسروق. نعم. تعودنا على أن الإنسان يسرق إنتاج غيره، أما أن الإنسان يعني يتنازل عن إنتاجه وينسبه إلى غيره بدون أن يعلم، بدون يعني ويغطي على الآخرين وهو في أمس الحاجة إلى أن تكون شخصيته قوية. نعم. في هذا المعترك، لأن هذا معترك كما نعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تتربص به الدوائر وكان يتمنى له كلمة واحدة. نعم. أو موقف واحد يزل فيه حتى ينطبق عليه من يمين ومن شمال. رغم ذلك يأتيهم بهذا الكتاب ويقول هذا من عند الله. الشيخ دراز يقول الذي يفعل ذلك ويكون فعلا هو الذي أبدع هذا النص البديع ثم ينسبه إلى غيره دون أن يعني يعرف الناس حقيقة الأمر، هذا لم يرده الدهر حتى الآن. فإذا كونه ينسبه إلى غير هذا في نسبته إلى غيره، مع أنه كان يمكن ولو أنه فعلا نسبه لنفسه لم يكتشفه، لا يكتشفه أحد. نعم. لكنه هو الذي يعني فعلا ما كذب على الناس فلا يكذب على الله تعالى.